184-88 مباراة. الأرقام تتهاطل بالنسبة لكريم في اللحظات الأخيرة من المباراة، يستلم بيسراه ثم الدوران ثم التسديد على يسار سيليسن. 4-1 صارت النتيجة. الضريبة غالية عندما تواجه الريال يا فالنسيا، الضريبة غالية عندما تواجه الريال. هو زعلان من خسارته وزعلان من هدف رابع كارلو أنشيلوتي. طبعا لا، مش زعلان من الهدف الرابع. هنا يخرج كريم بنزيما ويدخل إيسكو في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.